هنبتدي في الصعاب بقى، تعالى معايا في الصعاب بقى عشان نتكلم، عشان الناس تشوف ايه اللي كان بيحصل. انت في شهر مارس اللي فات على صفحتك الشخصيه عملت استغاثه، مش هنقول استغاثه، نداء، بلاش استغاثه دي عشان ايه دي، يعني استغاثه مش حاجه يعني، نداء، يا جماعه انا عايز راعي ساعدوني، انا عندي حلم ومش قادر اوصل له. بالظبط. كلمني عن قصه النداء ده وايه اللي حصل بعد كده. طبعا انا كان في فتره، الفتره اللي قبل الاولمبيكس تبقى فتره صعبه، انت بتحتاج تطلع معسكرات دوليه كتيره، احتكاك مع احسن ناس في العالم، انت رايح منافسه، يمكن احنا في مصر بناخدها انها منافسه رياضيه، العالم بره بياخدوها على انها حرب. حرب. دول بتحارب بعضها. احنا بالنسبه لامريكا ان هي تبقى رقم واحد في التصنيف بتاع الميداليات بتاع الاولمبياد في جدول الميداليات، ده مش بالنسبه لهم حاجه كويسه ان انت تبقى عايزها، لا ده لازم، ده حرب بالنسبه لهم. فالبلاد التانية زي المنافسين بتوعي روسيا، وبتكلم مثلا في بلاد عامة المتفوقة في تايكوندو ايران وكوريا، بيبقى بالنسبة لهم الصرف بيبقى عامل حسابه في الجدول انه هياخد ميدالياتها. طبعا. طبعا. ولا وقصدي ان الاعداد بتاع اللاعب بيتصرف عليه مبلغ رهيب. ففي الفترة دي انا كان عندي جي ال سي للدهانات راعي بتاعي، وبعد كده حصل لسه توقف في العقد الفترة ما كناش عارفين فيها الاولمبياد هتتلعب مش هتتلعب. في الفترة دي انا كنت بعمل اعداد لنفسي لوحدي من غير ما يكون عندي راعي، و انت اللي بتصرف. انا اللي بصرف. ومن غير ما يكون عندي راعي يقدر يساعدني طبعا حمل، وما تهيأليش ان انت تقدر تكمله، ما تقدرش تكمل ده لوحدك، بتحتاج ان يكون في شركات خاصه راعيه تساعدك في ده. فعلا بعد ما كتبت البوست يمكن على طول بعدها بيوم جالي تليفون من وزاره الشباب والرياضه، والوزير استقبلني والحمد لله، الوزير قدر يوفر لي راعي يعني من وزاره احد البنوك يعني. بالظبط. وبعد كده الحمد لله جددت عادي مع شركه الدهانات جي ال سي، وبقى عندي راعي جديد شركه اليونز للتامين، وكي اسكواد برضه بقت راعي ليا. انا عرفت ان برضه شركه كشكواد كان اتصلوا بيك طبعا، واللي هم طبعا بيرعوا مجموعه من اللاعبين، حتى طبعاً بيرعوا كمان مجموعه من اللاعبين كمال اجسام، اتصلوا بيك وحاولوا يتواصلوا بعد النداء ده. صحيح. مظبوط. انا عايز اقول لحضرتك يعني ما دام اتكلمت عن شركه كي اسكواد، فهي يعني كيان كبير جدا، يعني بيرأسه مستر ستام كورتون، هو بيدعم الرياضيين بطريقه غير طبيعيه، يعني الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش لاعب وحد مسؤول، لا هو بيبقى حاسس ان هو عايز يساعدك، عايز يحقق معاك حلمك، هو دخل معاك جوه حلمك وعايز يحققه. خلي بالك يعني كوسكواد مش شركه، كوسكواد دي بتاع اللاعبين فريق. فريق اسمه فريق كوسكواد، هي مش شركه. بالزبط. هي مش شركه يعني ليها نشاط تجاري، هي شركه. بالزبط. هي بترعى الفرق يعني. مزبوط. يعني فريق هو اسمه كوسكواد. مزبوط. لان في ناس فاكره ان دي شركه او حاجه، لا لا, لا هو فريق كوسكواد. فريق كوسكواد. وخليني اقول لك انه برضو ده اكيد ساعدك. طبعا. يمكن دي كانت احد الصعاب اللي قابلتك طبعا في مارس، ونجحنا ان احنا نتخطاها. طيب من مارس لغايه الاولمبياد فتره مش كبيره طبعا، يعني كان 5 شهور او 4 شهور، لا احنا مش هنقول 5، هنقول 4، لان خلاص بتبقى قبل البطوله باسبوعين 3 كل حاجه وضحت. مظبوط. ال4 شهور دول مين اللي حط البرنامج بتاعك؟ انت اللي حطيته؟ هل مع الاتحاد؟ يعني عملت ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو مفروض ان السبونسرز او الرعاه بيحاولوا يوفروا لك البرنامج اللي انت حاطه، يعني انت بيبقى عندك برنامج مع الاتحاد ومع المدرب بتاعك ومع كل حاجه، ان هم يوفروا لك ان انت تنفذ البرنامج ده. البرنامج مش بيبقى صعب يعني ان انت تعمله، على قد ما صعب ان انت صحيح تصرف عليه. صح. فبيبقى هي دي مشكله، بيبقى موجود ان انت عندك معسكر معين، مثلا انا طلعت البطولات، رقبت البطولات فين يعني؟ طبعا. انت لازم تصنيفك يفضل في حته معينه عشان القرعه بتاعتك، انت عارف لو تصنيفك هنا هتلاعب مين، لو تصنيفك هنا هتلاعب مين، فانت لازم تطلع بطولات ومعسكرات معينه. يعني انا كان عندي معسكر مهم جدا في روسيا قبل الاولمبياد، يمكن بفتره قليله جدا، باقل من شهر. المعسكر ده كان موجود فيه الروسي رقم واحد العالم، اللي انا يمكن خسرت منه في قبل النهائي. التدريب انا الحمد لله ربنا كرمني ولحقنا نطلع المعسكر ده في اخر لحظات، ان ربنا كرمني واطلع المعسكر ده. المعسكر ده كان 10 ايام، 10 ايام بتلعب مع احسن لاعب في العالم كل يوم، ده يمكن الحمد لله رفع مستوايا ان انا اوصل لدور قبل النهائي بسهوله. كان عندي الماتش اللي قبله ايطاليا في الاولمبياد، ايطاليا ده صاحب ذهبيه بطوله العالم ومنافس قوي جدا، الماتش خلص 6-5، يعني الماتش كان صعب جدا. فيمكن معسكر روسيا فرق كتير، فانا عايز اوصل لحضرتك فكره ان يمكن المعسكرات والبطولات الخارجيه هي ما بتبقاش مجرد ان انا محتاج اطلع وخلاص، لا انت بتبقى محتاج تطلع عشان ده هيسهل كتير ان انت تقرب من ميداليه. وطب المعسكر ده كان تدريبي بس يعني يا سيف برضه، انا هل المعسكر ده فرق معاك في الرانك بتاعك؟ هل المعسكر ده كان فيه بطوله في الاخر هتلعبها؟ يعني المعسكر ده مجرد ما بيبقى فيه بطولات دوليه من الاتحاد الدولي دي بيبقى عليها نقط. تمام. لكن المعسكر بتاع روسيا ده كان معسكر مجرد بس، انت بتجرب حاجات معينه، بتحتك بواحد، انت بتلعب. كانوا فيه؟ لا ده كان فيه دول كتير جدا، يعني ايران، اذربيجان، ارمينيا، روسيا،
في دول عالم كتير يعني. انت فوق لازم تروح فوق ال 100 لاعب يعني. اه طبعا لازم اروحه، لانك انت احتكاكك مع اللعيبه الجامده قبل الاولمبياد بيديك ثقه في نفسك، بيديك فنيات، بتبتدي تكتشف حاجات، بتصور وتدرس. فالموضوع يعني طب ده كان معسكر روسيا اللي كان قبليه ب 10 ايام. قبليه هل في بطولات رحت؟ يعني انا عرفت ان تاهلك كمان، انا مش هروح على المشكله الكبيره دلوقتي اللي قابلتك، ولكن هروح على تاهلك. تاهلك في العادي ما كانش بسهوله يعني، انت ما تاهلتش مثلا باريحيه من اول. لا اتأهلت ازاي وجمعت نقطك ازاي عشان تأهل؟ انا اصلا في اولمبياد ريو ربنا ما قرطش وما تأهلتش، اتغلبت في تصفيات افريقيا. يعني مصر اختارتني ان انا اصفي تصفيات افريقيا وانا ما تأهلتش. فساعتها كان سنك صغير، ساعتها كان سني صغير جدا، بس كان فعلا حلمي ان انا اتأهل الاولمبيكس. مجرد وجودك هناك في سني ده كان هيبقى كويس جدا. ما تأهلتش، وساعتها اول ما خلصت التصفيات قلت انا ان شاء الله الاولمبياد الجايه طوكيو انا لازم اتاهل من احسن سته، انا مش هحط نفسي تاني في حته. أيوة. ان انا العب التصفيات الافريقيه. وفعلا مشيت على ده وبقيت رقم 4 في التصنيف الاولمبي، خلاص انا من احسن سته. جات لي ساعتها اصابه الرباط الصليبي اللي خلتني. لا 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 انا مش هتكلم عليها، انا عايز بعد الاصابه، لان الاصابه دي انا هقف عندها كتير. ده حقيقي. بس انا هاجي عند تاهلك لدي للبطوله دي، لعبت انت كام بطوله عشان تتاهل؟ هو انا لعبت بطولات كتير عشان ارجع. أيوة. تاني من اول سته. وكنت فاضل لي خلاص اخر بطوله، انا رقم 5 اخر بطوله، لو جبت فيها ميداليه برونز يعني جبت بقيت من اول 3 اتاهل للاولمبياد. جبت رابع، خرجت بقيت الرقم 7. فين البطوله دي؟ البطوله دي كانت في روسيا، الجائزه الكبرى النهائيه دي. احسن 16 لعيب في العالم بيلعبوا مع بعض. جبت رابع في البطوله دي، وساعتها ما اتاهلتش من التصنيف العالمي، اضطريت تروح تصفيات افريقيا. تصفيات افريقيا بقى كان ليها برضو صعوبات كتيره، لان انا في الوقت اللي انا كنت راجع فيه من اصابه الرباط الصليبي كنت بلاعب لاعب تونسي في اكتر من بطوله، كسبني مرتين وانا لسه راجع من الصليب، يعني لسه اللي هو بقول يا هادي كسبني مرتين. ده اللاعب اللي انا المفروض هصفي معاه، لو كسبته اتاهل للاولمبياد. وهو يعني لو حضرتك شفت طولي هو اطول مني مرتين، هو 2 متر 5 يعني. بيفرق معاكم طبعا طبعا طبعا. فيعني كان ماتش صعب جدا، وبتقعد قبلها بثلاث شهور انت بتدرس الماتش ده، بس ثلاث شهور المدرب قاعد معاك بتدرس الماتش، بتتمرن على اساسه، بتدرس هتعمل ايه خطه. التصفيات دي كانت فين يا كابتن؟ التصفيات دي كانت في المغرب. في المغرب. كانت في شهر كام؟ كانت في يمكن هي كانت في 2020 من شهر 1 2 ده، لان طبعا شهر 2 طبعا اولمبياد كانت في 2020 بالظبط، فتصفياتك كانت في 2020، فانت طبعا كانت الازمه كلها هنا بالظبط. فانت رحت لعبت البطل التونسي ده، بس لعبته في المغرب بالظبط صح كده؟ لعبته في بالظبط، هي بطوله التصفيات كل الافارقه مشتركين مع بعض. كسبت اقوى اثنين انتوا بالظبط معروف. قبل النهائي هو الماتش ده تكسبه تبقى وصلت ان انت النهائي، وبياخدوا اول اثنين فانت اتاهلت للاولمبياد. طبعا ماتش صعب بكل. قابلته انت في قبل النهائي؟ قابلته في قبل النهائي، وده كان معروف طبعا زي ما قلت لحضرتك، القرعه بتبقى معروفه، بتبقى دارس كل حاجه. ماتش يمكن بيبقى فعلا اصعب ماتش في حياتك نفسيا اكتر من اي حاجه. البوابه النقطه عنق الزجاج بالظبط، النقطه يا توديك اولمبياد يا تروح. كانش ساعتها لسه الموضوع الكورونا واضح ان هيبقى في تاجيل للاولمبياد ولا اي حاجه. الحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتش ده 3-1، يعني كانت فرحه مش طبيعيه. وبعدها اتفاجئنا بان الاولمبياد ممكن تتاجل، ممكن تتلغي، فبقيت قاعد سنه تقريبا بتتمرن وانت مش عارف حلمك. بس كنت متاهل. كنت متاهل. بس الفكره في ناس ما كانتش متاهله كمان. يعني في قارات ما كانتش لسه اتاهلت زي قاره اسيا مثلا، كانت لسه هتصفي. هتصفي كورونا جت طبعا. دي مشكله برضو كبيره ربنا يكون في عونهم. بس الفكره ان انت برضو حتى الان كل شويه تسمع هتتلعب، مش هتتلعب، هتتاجل، لا هيلغوها خالص. الشعب الياباني مش عايز ان الاولمبيكس تتلعب. فانت بتتمرن في البيت كمان، مش مثلا في الفريق مع اصحابك، فالدنيا شويه كويسه بتشجعوا بعض. لا انت بتتمرن لوحدك في البيت. انا كنت اتمرن مع اخويا في البيت، وانت مش عارف اذا كان حلمك هيكمل ولا مش هيكمل. دي لقطات من وانت بتتمرن في البيت بالظبط. انت شايل اخوك صح؟ يعني مفيش حديد بقى وكده، فانت لازم تتمرن بالظبط. بيلعب تايكوندو اصلا اخويا معايا في يعني بيلعب معايا في منتخب مصر. وكمان معايا في النادي على طول يعني. هو حاجه كويسه ان انتوا يعني مع بعض. يعني بصوا يا جماعه، انا عايز اوريكم الصعاب اللي اللعيبه شافتها انها بتتمرن في البيت. هي دي اراده يعني عشان كده بقول لكم ان سيف يعني من اللعيبه اللي كان عندهم عزيمه جباره انه ياخد ميداليه لا تدرس، وعنده سنه صغير 23 سنه. لا الحقيقه العزيمه دي تدرس. يعني بص التمرين في البيت كل ده فتره كورونا في اللوك داون اللي كان في مصر، وانت مش عارف البطوله هتتعمل ولا مش هتتعمل. طب انا موقفي ايه؟ لا ده انا عايز اوريكم بقى يعني حاجات اكتر من كده وصعوبات اكتر من كده. يمكن كمان اخوك يعني يبقى مدرب كويس انه عارف نقاط ضعفك وعارف انت عايز ايه. فانتوا بتمرنوا بعض كويس. لا وقلبه عليك اكتر من اي حد في الدنيا يعني. صحيح. يعني زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى حلمه كمان. صحيح. مش حلمي لوحدي.